جديد يشكل هجمة تلعب على طول. الله شوف دبل حصن أخفق في هذه الكرة هفوة دفاعية استغلها الذئاب ليعلنوا عن أول أهداف اللقاء. افرح يا ماركوف. هذه الكرة نشوف المتابعة، نشوف المتابعة، شوف برافو بتوقيع قدم اللاعب بيرتينو جواو الذي استغل الكرة والهفة الدفاعية بعدم وجود رقابة في الكرة السابقة ليعلن الانفجار. ترسل أمامي في العمق، نشوف بولينج، بولينج أمام حارس المرمى تلعب على طول. دبل حصن يعود إلى أحداث مجريات اللقاء بهدف التعادل بتوقيع قدم اللاعب بولينج ديمبل بعد ما تهيأت له كرة جميلة جدا. هذه الكرة شوف 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 كرة في العمق، وأيضا استطاع مراوغة حارس المرمى صالح ربيع وأن ينفرد في المرمى يأتي بهدف التعادل. برافو برافو يا جيفرسون دوغلاس، يعني في أقل من دقيقة كانت الخطورة موجودة لفريق دبل حصن وعادت عن طريق اللاعب حمدان حميد لمصلحة فريق الفجيرة وبعجالة أيضا تعود الكرة هنا. بولينج ديمبل يعلن عن هدف التعادل. واحد واحد فرحة طارق عبد الحليم مدرب فريق دبل حصن وكذلك أيضا إنجل في كرة في العمق تلعب على طول. الهدف الثاني بيرتينو جواو يعلن عن تقدم الفجيرة بالهدف الثاني في الأوقات الصعبة. دائما احنا دائما مثل ما ذكرنا لكم وقت القاتل من يحمل في جعبته الفجيرة أم دبل حصن، ولكن هنا انكشفت الضبابية بعد ما أتى هنا بيرتينو بالهدف الثاني لي شخصيا في هذا اللقاء والثاني لفريق الذئاب. يعودون من جديد، نشوف الهفوات الدفاعية في صفوف فريق دبل حصن. هنا المتابعة على طبق من ذهب وضع فيها قدم هنا بيرتينو جواو.